مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة، واللي كما تعودتون دائما بأن نسلط الضوء من خلاله على أبرز الأخبار الرياضية في الصفحات سواء المحلية أم العربية والعالمية. البداية دائما مشاهدينا تكون مع الصحافة المحلية، لكن بعد الفاصل. حلق العميد مشاهدينا الكرام مؤقتا في صدارة ترتيب دوري فيفا لكرة القدم بعد تمكنه من حصد فوز صعب على حساب سفير العدلية، حيث لم يتمكن الأبيض من خطف نتيجة اللقاء إلا في الدقائق القاتلة من زمن هذه المواجهة. على صعيد آخر، أكد النجم الأبرز في القصر الأحمر تلقيه عدد من العروض المحلية وعرض احترافي خارجي، وهو يفكر حاليا على دراسة العروض المقدمة له من أجل اختيار ما يتناسب مع طموحاته. استعاد نادي الكويت صدارة دوري فيفا لكرة القدم بفوزه على نظيره كاظما بنتيجة هدفين مقابل هدف في ختام منافسات الجولة 25، رافعا رصيده إلى 54 نقطة، في حين تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة. وسد الحذر أجواء اللقاء من الطرفين ليبادر كاظما بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق محترفه باتريك فابيانو عند الدقيقة 24، قبل أن يتألق لاعبو الكويت في الشوط الثاني ويتمكنوا من تسجيل هدفين عن طريق اللاعبين طلال جازع والعاجي جمعة سعيد. أكد لاعب فريق الجهراء لكرة القدم فيصل زايد تلقيه عروضاً محلية بالإضافة إلى آخر خارجي، حيث يعكف على دراستها بشكل واف من أجل اختيار الأفضل والأنسب، مشيراً إلى أنه يركز حالياً على تقديم أفضل ما لديه مع ناديه على أن يجتمع بعد نهاية الموسم مع الإدارة للاتفاق سواء بالاستمرار أو الرحيل. وقال زايد إن مبدأ تعويض أي لاعب يتلقى عروضاً للاحتراف معمول به في غالبية الأندية ويعد من حقوق اللاعب، مؤكدا أنه يركز حاليا على المشاركة مع زملائه في تحقيق النتائج المرجوة. نذهب إلى رياضة أخرى وهي رياضة كرة اليد، حيث أبدأ أحد مسؤولي كرة اليد بنادي الجرين إرضاه التام بما قدمه الفريق الأول في هذا الموسم المنقضي، لا سيما بعد إحرازه فضية بطولة الكأس على الرغم من آفة الإصابات التي أثرت كثيرا على المردود العام للفريق. وبالتحول إلى رياضة جماعية أخرى وهي كرة السلة، هناك موضوعات هامة وملفات معلقة من المنتظر أن يتم مناقشتها غدا باجتماع مجلس إدارة اللجنة المؤقتة والمكلفة بإدارة اتحاد كرة السلة، ويبدو أن ملف عودة المحترف الأجنبي من أهم الموضوعات المطروحة. قال مدير الفريق الأول لكرة اليد بنادي الجرين عبد الكريم الشحومي أن الفريق واجهته صعوبات هذا الموسم بسبب كثرة الإصابات والظروف الصعبة التي عصفت بالجرين منذ بداية الموسم، لكن الروح القتالية للاعبين وتعاونهم والتزامهم في التدريبات والجو الأسري بين اللاعبين والجهازين الإداري والفني كانت من أسباب الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد والتأهل إلى الدور الممتاز. يعقد غدا مجلس إدارة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد السلة برئاسة ضاري برجس اجتماعا هاما لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة عودة اللاعب المحترف بعد الغياب عن المشاركة في الدوري لثلاثة مواسم متتالية ماضية لطرحه على الجمعية العمومية المقرر لها الشهر المقبل لاتخاذ القرار النهائي. كما سيتم مناقشة تحديد موعد لتكريم اللجان العاملة بالاتحاد خلال الموسم المنصرم والتي أسهمت بشكل كبير في نجاح المسابقة وخاصة لجنة الحكام. إذن مشاهدينا كانت هذه أبرز الأخبار في صحافتنا المحلية، بعد الفاصل نذهب إلى الصحافة العربية فلا تذهبوا بعيدا. We'll be right back.
في أخبارنا العربية والصحافة العربية نذهب إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث حسم المارد الأخضر الأردني تأهله رسميا لثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على شيخ الأندية الخليجية مستعيدا بذلك صدارة المجموعة من جديد. وبالتحول لآخر مستجدات الكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يبدو أن إدارة العنكبوت الإماراتي تسير بخطوات جادة من أجل التعاقد مع المهاجم المصري المحترف حاليا بعميد جدة. تلقى محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف اتحاد جدة السعودي مساء الأمس عرضا من الجزيرة الإماراتي للعب معه خلال الموسم المقبل. وعلمت البيان أن محمود كهربا يدرس عرض الجزيرة بقوة، خاصة وأن الأخير نجح في التأهل لكأس العالم للأندية 2017 بعد تتويجه بالدوري الإماراتي. حسم الوحدة تأهله رسميا للدور الحاسم لبطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه المحرق البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة في ختام لقاءات المجموعة الثالثة. ورفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة ليتأهل كبطل للمجموعة، فيما تراجع المحرق البحريني للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، وجاء صحم العماني ثالثا برصيد 7 نقاط، ثم النجم اللبناني بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط. إذن مشاهدينا من الصحافة العربية نذهب إلى الصحافة العالمية، لكن بعد فاصل قصير. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى فقرة الصحافة العالمية، ويمكن اليوم مشاهدينا جميع محبي الرياضة العالمية وبالتحديد الرياضة الأوروبية والكرة الأوروبية على موعد مع أبطال أوروبا واستئناف الدور نصف النهائي من هذا الدور ومرحلة الذهاب منه، وبالتحديد اليوم لقاء داربي مدريد بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وسوف يكون لنا هناك الكثير من الكلام حول هذا الموضوع وأيضا لمباريات الغد إن شاء الله في دوري أبطال أوروبا. وخير من يجيب على أسئلتنا في حلقتنا لهذا اليوم هو زميلنا الصحفي عبد العزيز التميمي. عبد العزيز رحب فيكم، نقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ورحب بالسادة المشاهدين معك. جاهز اليوم حق مباراة دوري أبطال أوروبا؟ إن شاء الله، مباريات كبيرة. عموما مشاهدينا، أخطاء الماضي جعلتنا نشعر بمرارة كبيرة، ولذلك سنسعى جاهدين لتجاوزها من أجل جماهيرنا. هذا ما قال لاعب الأتلتي الذي يتسلح فريقه برقم مميز هذا الموسم يتمثل بعدم تعرضهم للخسارة خارج قواعدهم بدور الأبطال. أما الملكي فطلب من أنصاره دعما جماهيريا مثيرا لبث الرعب في نفوس الخصم. قال دييغو غودين مدافع أتلتيكو مدريد عشية مباراة فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال: أتلتيكو تعلم كثيرا من الهزائم السابقة، والسيناريو معركة سانتياغو برنابيو سيكون مختلفا تماما عن المواجهات السابقة، وتابع: سنخوض اللقاء خارج ملعبنا وسنحاول البحث عن نتيجة جيدة. يسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة نتائجه الإيجابية خارج الديار في دوري الأبطال عند مواجهة جاره الريال اليوم في ذهاب نصف النهائي. وبحسب صحيفة ماركا، فإن الروخي بلانكوس يملك سلسلة لا هزيمة خارج ملعبه بالمسابقة بلغت 15 مرة، حيث يسعى الأتلتي للثأر من الميرينجي بعدما تفوق الأخير عليه بآخر ثلاثة مواسم في البطولة الأوروبية.
قالت صحيفة الموندو أن نادي ريال مدريد وجه طلبا لجماهيره، حيث يرغب الجميع داخل الملكي أن يكون البرنابيو جحيما على الأتلتي طوال 90 دقيقة. وقامت شبكة مشجع الريال بإنشاء وسم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لجعل الملعب ممتلئا قبل 45 دقيقة من بداية المباراة. كما أكدت التقارير أن شبكة مشجعي الملكي تقوم بالتحضير لرفع تيفو ضخم للغاية سيكون مغطيا للملعب بأكمله ليناسب تاريخ المرنجي وعراقته. إذن معركة التصريحات حامية مشاهدينا الكرام، لكن عبد العزيز ملاحظاتك على أبرز ما قال جودين في تصريحه. جودين تكلم عن الاستفادة من أخطاء السابق بشكل عام. طبعا أتوقع أن الموضوع متعلق في أمور أخرى أكثر من استفادة من أخطاء، هي زيادة خبرة. طبعا خسائر المباراة تعود إلى عدة أسباب، أحيانا فارق الإمكانيات، ظروف المباراة نفسها. أتلتيكو مدريد في المواجهات السابقة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في بعض المباريات كان متفوق، في أحد في النهائي كان تقريبا فايز لآخر دقائق المباراة، تعادلت النتيجة ثم بالوقت الإضافي فاز ريال مدريد. الموضوع أن أتلتيكو مدريد يقدم مباريات كبيرة في دوري الأبطال منذ 3 سنوات 4 سنوات تقريبا، ولذلك ما نقدر نقول أنه كان عنده أخطاء كثيرة والآن يبي يداركها أو يبي يستفيد منها. الموضوع يعني مرتبط بشكل أكبر في إمكانيات الفريقين والظروف المتاحة. شو رايك في الظروف الراهنه اللي يواجهها أتلتي من خاصه من ناحيه الامكانيات وتخطي الاصابات؟ بدايه الموسم الحالي ما هو الموسم الافضل لاتلتيكو من خلال 3-4 مواسم الماضيه، بالعكس البدايه كانت سيئه لاتلتيكو. ممكن نقول للتو اتلتيكو عاد من جديد ليحقق الانتصارات، طبعا بعيد عن المنافسه في عن لقب الليغا، لكن في دوري الابطال يقدم مستوى جيد وتاهل. لكن ظروف أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم ليست جيدة على الإطلاق. أتلتيكو مدريد ما في ظهير أيمن طبعا، عنده غيابات خوان فران وفرساليو خيمينيز، الأمس ممكن كراسكو للتو عاد للتدريبات، يعني حتى لو طبعا متوقع أنه يشارك اليوم لكن ما هو بكامل جاهزيته. أتلتيكو راح يلعب خارج أرضه في ظل هذه الظروف وهذه الغيابات، لذلك ريال مدريد عنده ممكن إصابة بيل هي الإصابة الأبرز، الغياب عن غياب بيل عن المباراة. لكن بشكل عام أتلتيكو خارج ملعبه مع الأرقام اللي للتو قلتوها في تقريركم المميز، لكن راح تكون صعبة جدا عليه في ظل هذه الغيابات. أتلتيكو ليس من الفرق اللي عنده أكثر، اللي عنده دكة بدلاء وعنده أكثر من حل خلال المباراة. صحيح فريق تكتيكي يعتمد على تكتيك معين من المدرب سيميوني، يلعب بروح قتالية كبيرة، اللاعب ممكن يقدم 200% من طاقته أو من قيمته الفنية، لكن في ظل هذه الظروف أتوقع المواجهة راح تكون جدا صعبة، وأكيد الترشيحات تصب لصالح الملكي، ظروفه أفضل بغض النظر عن وفرة النجوم. ظروف ريال مدريد أفضل ايضا، نقدر نقول زيدان مع دوري الابطال يبدو ان الحظ يبتسم له دائما. راح نتكلم عن ريال مدريد بتفصيل اكثر، لكن خلينا نتم في اتلتيكو مدريد والاحصائيه اللي يعني اللي ذكرت، وخاصه في عدم الخساره خارج ملعبه. سؤال مره ثانيه، اتلتيكو مدريد شلون تشوف الاحصائيه اللي ذكرت بعدم الخساره خارج ملعبه طوال 15 مباراه تقريبا؟ طبعا اتلتيكو مدريد بشكل عام قليل ما يتلقى هزائم، فريق يلعب بشكل دفاعي بشكل منظم ودقيق، لذلك صعب انه يتلقى اهداف كثيره وصعب انه يتلقى هزائم. في بعض المباريات طبعا تعرف النظام، اذا انتهت المباراه بالتعادل وركلات ترجيح لا يعتبر الفريق خاسرا، بالاحصائيه لا يعتبر خاسرا. لذلك اتلتيكو مدريد سواء خارج أرضه أو على أرضه، ما نقدر، مستحيل إحنا نقول الفريق يقدم أفضل إذا لعب في الخارج، لكن هي ظروف المباراة ولكل مباراة ظرفها. لكن الأرقام القياسية أكيد تؤخذ بعين الاعتبار أن الفريق لا تقل قيمته بشكل كبير عندما يلعب خارج الديار، وهذه الإحصائية أكيد ريال مدريد شايفها وحاطها بعين الاعتبار. وإحنا عارفين بغض النظر عن جميع ما قلناه أتلتيكو راح يكون خصم عنيد أكيد، صحيح. فريق مقاتل، فريق قوي، يمر بظروف صعبة لكن فريق لا يستسلم بسهولة. ومن يصل لهذه المرحلة من دوري الأبطال أيضا يعني بالتأكيد ما هو فريق سهل يعني، ولا هو صيد سهل لأي فريق آخر. بالتأكيد. خروح لريال مدريد أيضا، ريال مدريد يعني شنو ظروف لاعبينه؟ هل تعتقد أن زيدان
سيخطئ مرة أخرى في إشراك بيل منذ البداية، خاصة يعني مثل ما شفنا في الكلاسيكو؟ بيل ما راح يلعب. الموضوع اليوم تصريح زيدان الذي قال فيه أنه راح يلعب بطريقة مختلفة، يعني مو متوقع تغيير كبير، ما أتوقع زيدان راح يغير كبير، لأن زيدان منذ تولي الريال يحاول عمل استقرار في التكتيك، في الاستراتيجية، في اختيار اللاعبين. لذلك حتى مع تصريح زيدان ما أتوقع راح يكون في تغيير كبير، لكن بشكل عام الفريق عناصره متوفرة، غياباته قليلة جدا، بيبي ما راح يشارك وبل، لكن باقي اللاعبين كلهم جاهزين ويمرون بظروف ممتازة جدا. ريال مدريد في الفترة الأخيرة من الصعب أنه يطلع من المباراة بدون 3 نقاط، حتى لو في آخر دقيقة نشوف ريال مدريد يسجل هدف الفوز في آخر لحظة ويحسم 3 نقاط. لذلك ظروف ريال مدريد جيدة للغاية، عناصره مكتملة مقارنة مع أتلتيكو مدريد، أفضلية كبيرة، راح يلعب على أرضه بين جماهيره، الظروف كلها متاحة. وأيضا بالتقرير أنت ذكرته واللي هو الحشد الجماهيري اللي طالب فيه إدارة ريال مدريد، طالبت من جماهيره أن تتواجد في الملعب. مدى تأثير هذا الحشد والتيفو اللي يعني كما ذكر التقرير سيغطي كامل ملعب سانتياغو برنابيو، مدى يعني تأثير هذا الضغط النفسي على لاعبي أتلتيكو مدريد؟ طبعا فريق بحجم ريال مدريد جمهوره بالتأكيد التذاكر نفذت من فترة طويلة، الملعب مكتمل بشكل أكيد، لكن التشجيع في إسبانيا أقل حدة من إنجلترا وإيطاليا. دائما نشوف المشجعين الأسبان جالسين في كراسيهم هادين بشكل عام، تصفيق ممكن، لكن أتوقع ريال مدريد طالب من جمهوره هذا الطلب، يريد مزيد من الشحن والضغط و خلينا نقول صافرات استهجان غيرها، يحاول الضغط على أتلتيكو مدريد، لأن يبي إلى جماهير مانشستر يونايتد. طبعا الجماهير الإسبانية هادية نوعا ما، لذلك ريال مدريد يحاول أن يشحن جمهوره بشكل أكبر، وردا على طريقة أتلتيكو مدريد، مدرب أتلتيكو مدريد هو بنفسه يشحن لاعبين ويشحن الجمهور، وريال مدريد عارف هالموضوع، لذلك يحاول أن يقوم برد عكسي. عبد العزيز بعجالة، يمكن تم سؤال زين الدين زيدان بظاهرة تسجيل في الأوقات الضائعة والدقائق الأخيرة من المباراة، تتوقع أنها راح تتكرر هذه الشغلة اليوم؟ المشكلة أنها حصلت حتى مع نفس الفريق مع أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال في نهائي كان شبه منتهي لصالح أتلتيكو، والأمور آلت إلى عكس ذلك. لذلك ريال مدريد يقاتل لآخر دقيقة ويتمكن من التسجيل في آخر دقيقة، إذا ما تمكن رونالدو وبنزيما تلقى خط الدفاع يسجل. خل نروح إلى مكان آخر في كرة القدم الأوروبية، فتحقيق الثلاثية حلم يراود نجوم وجماهير السيدة العجوز مشاهدينا، لا سيما وأن الفريق اقترب من حصد الثنائية المحلية ويتبقى لديه الظفر بالمسابقة القارية الأم. وبالذهاب إلى عاصمة ضباب، فإن الرسام الألماني بات قريبا من توديع ملعب الإمارات، فأين ستكون وجهة اللاعب بالميركاتو الصيفي؟ يتمنى الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقال ديبالا: هذا قد يكون عامنا، فنحن نؤدي بشكل جيد جدا في جميع المسابقات التي نشارك فيها. وواصل: هناك لاعبين في السيدة العجوز يستحقون هذه المكافأة، لقد كانوا هنا لفترة طويلة مثل بوفون وبونوتشي وبارزالي وكيليني. حدد أرسنال سعر بيع نجمه الألماني مسعود أوزيل ليرفع حالة التأهب القصوى لمانشستر يونايتد ومدربه جوزيه مورينيو للانقضاض عليه. ويحرص الجانرز على ربط أوزيل بعقد جديد مقابل 140 ألف استرليني في الأسبوع، ولكن المحادثات تعطلت بسبب إصرار اللاعب على رفع راتبه إلى 250 ألف. وذكرت صحيفة إكسبريس أن أرسنال حدد مبلغ 42 مليون استرليني للتخلي عن خدمات اللاعب. إذن عبد العزيز نذهب إلى المباراة الأخرى، مباراة يوفنتوس وموناكو، هل بالفعل جاء الوقت لأن يكون يوفنتوس هو بطلنا للقارة العجوز؟ منذ بداية الموسم يوفنتوس أثبت أنه أصبح فريق ناضج جدا للمنافسة على لقب بحجم دوري أبطال أوروبا. يوفنتوس المواسم الماضية 5 مواسم متتالية يحسم لقب الدوري الإيطالي، حان الوقت فعلا لأن يكون يوفنتوس
يكمل يعني مجهوده كله اللي قدمه في السنوات الماضيه ويحقق اللقب الغائب عنه منذ فتره طويله. حاليا يوفنتوس يمتلك عناصر خبره بشكل ممكن نقول من الرباعي المتواجد اكثر لاعبين خبره متواجدين في يوفنتوس، مثل ما ذكرتوا في بعض اللاعبين موجودين منذ فتره طويله. بوفون منذ 2001 موجود مع يوفنتوس، افضل الحارس مرمى في العالم اذا ما كان في التاريخ، لم يحقق لقب دوري ابطال اوروبا. كذلك كليني مثلا من افضل مدافعين العالم منذ 2005 متواجد مع يوفنتوس وايضا لم يحقق دوري ابطال اوروبا. الفريق حاليا ما ينقص اي شيء، المدرب أليجري من افضل المدربين المتواجدين على الساحه الاوروبيه. يوفنتوس يمتلك خط دفاع حديدي هو الأفضل في العالم وليس في أوروبا فقط، وفي الخلف حارس مرمى بحجم بوفان. أيضا يوفنتوس عنده لاعبين بحجم ديابالا من أفضل اللاعبين الحاليين، هيغواين، جميع العناصر مكتملة، دكة بدلاء جدا قوية. لذلك بالتأكيد الأفضلية راح تكون ليوفنتوس. مع احترامنا لموناكو فريق يقدم مستوى ممتاز، موجود في الدوري الفرنسي في الصدارة، ايضا في دوري ابطال اوروبا حقق المطلوب وتقدم الى المربع الذهبي، لكن مقارنه مع يوفنتوس في بطوله مثل دوري ابطال اوروبا دائما تحتاج الى الخبره. ممكن هذا الموضوع كان ينقص يوفنتوس في السابق، موضوع الخبره يختلف. امام برشلونه امام بايرن كانت اكثر خبره من يوفنتوس في هذه المسابقه بالتحديد، لكن في الوقت الحالي يوفنتوس يمتلك كل ما كان يريده في السابق. يوفنتوس كان جاي من نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك حاليا ما هو غريب عليه التواجد في المربع الذهبي والفريق لم لا ينقص أي شيء. شلون نشوف سيناريو المباراة بين يوفنتوس وموناكو؟ طبعا أليجري بشكل عام دائما يكون متحفظ، من الصعب أن يفتح الملعب يبادر بالهجوم. هو عارف إمكانيات موناكو، موناكو يعتمد بشكل كبير على المواهب الموجودة عنده مع وجود أيضا فالكا وبعض العناصر الخبرة، لكن موناكو يمتلك مواهب هي الأفضل في أوروبا حاليا من اللاعبين الشبان المطلوبين في فترة الانتقالات الصيفية. لذلك الخطورة موجودة من موناكو. راح يكون يوفنتوس يقيم هذه الوضعية للفريق المنافس، لكن بالتأكيد الإمكانيات المتاحة عند يوفنتوس راح تساعده بشكل كبير لتخطي هذه العقبة، لأن في جميع الخطوط راح تلقى أن الفارق شاسع بين يوفنتوس وبين موناكو. طبعا يعني بغض النظر عن التغطية الإعلامية للفرق هذه، لكن يبقى موناكو هو الأقل يعني تسليطا للأضواء عليه من الفرق في المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا. هل تعتقد هذا الإبهام في وضعية موناكو سوف تساعد ان ما يتعرف على خططه ومفاجاته اللي ممكن يقدمها في المباراه؟ طبعا احد النقاط الايجابيه لموناكو انه ما عليه ضغط كبير، وصوله لهذا الدور ارضى جماهيره وارضى الصحافه الفرنسيه، لذلك راح تكون الضغوط عليه اقل، وهو عارف اذا خسر امام يوفنتوس ما هي مشكله كبيره، لكن العكس صحيح بالنسبه ليوفنتوس. وصل الى هذا الدور لا يريد ان يخرج على يد فريق بحجم موناكو، الفارق شاسع بين الفريقين، بطل إيطاليا وأيضا موناكو له احترامه، لكن فرق كبير، لذلك الضغوط راح تكون أقل. الصحافة بالتأكيد راح تسلط الضوء على يوفنتوس بشكل أكبر من موناكو. يوفنتوس يفترض أنه يكون في بمثابة بايرن ميونخ، ريال مدريد، اي سي ميلان، فريق مكتسح الدوري الإيطالي لسنوات طويلة وبشكل مستمر، إذا غاب موسم يرجع أربع مواسم متتالية. لذلك الكل يسلط الضوء على يوفنتوس، وينك في دوري أبطال أوروبا؟ مو معقولة فريق يحقق اللقب الدوري الإيطالي أكثر من 30 مرة، لكن في دوري أبطال أوروبا مرتين فقط. وهذا الضغط يعني الجماهيري والضغط النفسي تعتقد أنه سيؤثر بالسلب أم بالإيجاب على الفريق؟ يعني خلينا نقول يفترض أنه يؤثر بالسلب على يوفنتوس، لكن الموضوع يعود إلى خبرة اللاعبين اللي تكلمنا عنها في السابق. الخبرة هي اللي تحكم هذا الموضوع. ممكن المواسم الماضية هذا الضغط كان يؤثر فعلا على يوفنتوس، اللاعبين عارفين أنه يلعبون في فريق بحجم يوفنتوس لكن مو قادرين يكملون المشوار في دوري الأبطال، لكن حاليا يمتلكون الخبرة لمواجهة مثل هذه الضغوط. أيضا يعني بحكم يعني أهمية مباراة دوري أبطال أوروبا يعني طال الحديث، لكن خلينا نروح إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد إلى الأرسنال اللي من الواضح أنه يعاني من تخبطات عديدة ومتنوعة سواء هذا الموسم أو المواسم الماضية، لكن أيضا هناك أخبار برحيل الرسام الألماني مسعود أوزيل عن الفريق. إذا ما رحل مسعود أوزيل
من هو الأنسب للجنرز في موقع مسعود؟ طبعا أرسنال حاليا يعني في ثلاث علامات استفهام حول المدرب فينجر، مسعود أوزيل وأيضا أليكس سانشيز، والواضح أن الثلاثة هذيل ما راح يكونوا موجودين مع أرسنال في الموسم المقبل. أرسنال يبدو أنه خلاص ما يقدر يصبر أكثر من ذلك. كانت جماهيره شبه صامتة لسنوات طويلة، مجرد مناوشات بسيطة، لكن في الموسم الحالي أظهر الجمهور غضبه من مستوى الفريق، من مستوى أيضا المدرب فينجر، تاريخ الطويل، لكن ما قدر يسوي شيء مقنع مع أرسنال لسنوات، أيضا تقريبا 4-5 سنوات أرسنال بعيد كل البعد عن المستوى المطلوب من جماهيره. بالنسبة لسؤالك مسعود أوزيل، الصحافة تحدثت في الأيام الماضية، صحيفة الصن الإنجليزية تكلمت عن أردا توران لاعب برشلونة، أن مطلوب بشدة لتعويض رحيل أوزيل، لذلك أعتقد فعلا أن أردا توران راح يكون بديل مناسب لأوزيل، لكن فعليا أوزيل لا يعوض مثل ما صار مع ريال مدريد. رحيل أوزيل لم يعوض فعليا، ممكن الموسم الحالي فقط، شفنا ريال مدريد تدارك موضوع غياب أوزيل عنه، لكن بالنسبة حق أرسنال راح يكون مشكلة كبيرة غياب أوزيل، وأيضا راح يكون غياب سانشيز مشكلة كبيرة. وين تشوف أوزيل اتجاهه إذا ما خرج منه؟ طبعا أوزيل مرغوب محليا في إنجلترا ولا برا إنجلترا؟ أوزيل مرغوب بشدة في من العديد من الأندية، أتوقع أن أندية مثل مانشستر يونايتد، تشيلسي، الجميع يطمح للتعاقد مع لاعب بحجم مسعود أوزيل. ممكن الإمكانيات المادية للأندية الإنجليزية تجعل أوزيل يبقى في البريمير ليج، لاعب موجود منذ فترة ومرتاح طبعا، لكن مع أرسنال ما هو مرتاح، المدرب السابق أيضا موجود مورينيو، يعني طبعا اي في عدة أمور تشير إلى بقاء أوزيل في إنجلترا، وايضا راتب اوزيل من الصعب ان يدفع في خارج انجلترا، ممكن فقط في العملاقين في اسبانيا، برشلونه ريال مدريد، ما اتوقع راح يروح برشلونه ولا ايضا يعود الى ريال مدريد، لذلك اوزيل ما هو اللاعب اللي فكر ينهي مشواره ليذهب الى الصين او صحيح. الى مثلا حتى فرنسا، لذلك اتوقع بقاءه في البريمير ليج هو المرجح. عموما زميلنا الصحفي عبد العزيز التميمي، احنا كنا سعداء جدا بتواجدك معنا اليوم للاجابه على استفساراتنا في حلقتنا لهذا اليوم برامج عالم الصحافه. اشكركم على الاستضافه ويعطيكم العافيه. ايضا شكر موصول لكم ومشاهدينا على تواجدكم معنا في الغد ان شاء الله، لنا حلقه جديده من هذا البرنامج. الى اللقاء.